سبعين من شكله نوصيها يا ابو اللي على العليا يوصينا. رب على في قصيده هنا ما هي داخل راسي. كاسر باخر بيت ما ادري هو قالها. كل قصيده بس هي مضبوطه ولا لا؟ انا البارحه لا اني بخاسرك ولا اني كاشفك. لا انا البارحه لا اني بخاسر ولا اني كاشفك. تلعب بي وترقع على رؤوس صباحها. تذكرت بيته وحيته اوحيتها العام وناسبك وظنه يناسب حالتي يام لوعها بدون التزام بمذهب القافيه والسبك. كل احترامي للقصيد ومراجعها عسى من حداني عن وليفي وانا باغيها وانا باغيه تحدى ذنوبه ما يجي بارد الجنه. شاطح شفت وانت مثل اني داري اخر بيت غير اخر بيت غير اخر بيت ما هو من القصيده. لا من القصيد والله ما هو القصيد. كم القصيده لا قاف ولا وزن. الرجال يقول بدون التزام مذهب القافيه والسبك. يعني انا بغير اعطاك لمحه صح وغير اخر بيت. ايه صح ولا ما غلط يا اخي؟ مو صح لسانك. قولوا له قول مو صح لسانك. لا مو صح مو صح صح مو صح صح مو صح. هو قال بدون التزام المذهب القافيه والسبك. هو باعها اصلا شاطح. هو قالها انا في الشطر ذا. هذا سنهي لو كتبت بكتب لي بكتب لي بيت زايد من مخباك. بيت اني ريجي ذبحني. سمعني ابو قاب سمعني والله اني شوشتني يا الحين ما لوم الصدمه والدعايه شوش والله ما لوم. خلني برد عليك يا ابو بندر. معليش